قال هذا ولا خمس إيرانيين جايبين بالإسعاف زين، وهسه بطلوا وصلهم المستشفى الكرامة زين، وجابيهم قرار راح يدزونهم للإيران وبيد الله والبقت. يعني تجيبون الوباء للإذاعة المدينة الثانية مدينة النجف الأشراف مو معقولة. هاي الواد مشي للألبس هاي طلع شنو دري طفله طفله شارع الوفاء. هذا سألت الضابط والله هذا رائد تاج، سألتك انت وين متجمع شو متجمع الواد من هذا الاطباء والاسعافات، يقول لي شردوا من المستشفى. لا من المستشفى شردوا، قلبي راح يوجعني من المستشفى شردوا. انت قاعد يا ابو بعير خابه يم الوادين يم العوائل. فزعه النجف فزعه النجف هاي فزعتنا نفس المبدا، بس حدنا صدر نوصلها. الحدود مسدوده لو مفتوحه. هاي الوادم جاي الطلب وجاي تعدي الوادم، وهذا الوباء راح يجينا. مو معقوله ما حد جاي يخاف على روحه، مو معقوله العراق راح ينتهي. يا بعودين المن الناشد ويا من نسولف المن نحكي. المطار خلوه مفتوح، العراق اللي يريد يجي يتخليه حجره فتر 14 يوم، ليش تخليه يفتر؟ وإذا كان ابن ولايتنا وإذا كان عراقي نظل جاميل، لكن وادم راح تموت نحن الشيطان. لكن يوم هذا بالبصرة مو بغى يفتر وحد الواديم. ما عندكم تحزروا، ما عندكم مستشفى، كاش عندكم؟ لكن وادم راح تموت وباء، لك هذا وباء، لك دمرتونا هم انتو هم الوباء. السعر غير واحدة منهن، لك كتبتوا الشعب من وراكم يا أحزاب يا مالكم حظ يا فاشلين. وين مدير الصحة؟ وين وزير الصحة؟ من المسؤول على هالواد من راح تموت الساعة؟ اللي يجي لك عم اللي يجي أحز 14 يوم ما في شيء خليه يروح لأهله. لك مو معقول إذا كتلون الوادم. عاش العراق عاش العراق عاش العراق عاش العراق عاش. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب. طبعا اليوم اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين قالت بأنه من الخزي والعار أن يعترف وزير الصحة في حكومة عادل عبد المهدي المقال جعفر صادق بأن ترتيب العراق في الرعاية الصحية تأتي ما قبل الصومال، على حد تعبير بيان اللجنة. أضافت اللجنة بأن هذا الاعتراف الصريح من وزير الصحة لتوجيه تهمة الإبادة الجماعية للشعب العراقي بسبب فشل حكومات المحاصصة على تأمين الرعاية الصحية في بلد مثل العراق، تدخل خزينته سنويا مليارات الدولارات من تصدير النفط، ولكن وضعه الاقتصادي مثل ما هو معروف ومثل ما هو موجود على الأرض. طبعا وزير الصحة جعفر صادق علاوي يعني أقر بضعف إمكانيات الوزارة في مكافحة فيروس كورونا، أكد عدم توفير الحكومة للأموال اللازمة التي تحتاجها الوزارة. الوزير في تصريح صحفي قال بأنه أو في لقاء قال بأن الوزارة تحتاج إلى 5 ملايين دولار على الأقل للحد من انتشار الفيروس، وأشار إلى أن ضعف الإجراءات الصحية في عموم البلاد. ما أعرف يعني 5 ملايين دولار الحكومة ما عندها، الخزينة ما موجود بها 5 ملايين دولار في هذا الظرف الطارئ اللي يحتاجه البلد. ما معقول يعني ممكن إذا يخابر واحد من السياسيين يداينا 5 مليون دولار يداينا من الفلوس اللي أخذها من العراق. خلونا نشوف تصريح وزير الصحة في العراق ونرجع لكم. الإمكانياتنا سيدي إذا لا سمح الله انتشر مثل إيران ما عندنا إمكانية. احنا حسب تقسيم الصحة الدولية العراق رقم 176، يعني احنا قريب الصومال، بينما إيران رقمها 80، الدول العالم يعني إيطاليا رقم 1،
فإذا رقم واحد يعني تفلشت، يعني حتى الحكومة ما لها تصور. إيران رقمها 80 اللي هي تقريبا 100 درجة أعلى من عندنا، تعبت. فأنا إمكانيتي جدا ضعيفة حقيقة من كافة النواحي، حتى فلوس طلبنا من الحكومة العراقية أنه تعطينا 5 ملايين دولار، لأن كان عندنا مشكلة صارت في كركوك ما حصلت لي حد الآن، صار قريب الشهر. طلبنا طوارئ ماكو، لأن احنا دولة تصريف أعمال. النفط نزل سعره، ميزانية الدولة في حالة صعبة. قابلت أنا المسؤولين الأخ عادل عبد المهدي مشكورا، والأخ فؤاد حسين مشكور، الكل يسعى أنه يعاوننا بس ماكو فلوس، وإحنا في حالة جدا صعبة. أي زيادة لا سمح الله في عدد المرضى، ما أعتقد لا وزارة صحة ولا صحة دولية ولا أحد راح يقدر، يعني إذا صار بينا من اللي صار في إيران يعني كارثية حقيقة. طبعا كذلك حذر وزير الصحة جعفر صادق علاوي من مخاطر انتشار فيروس كورونا وفقدان السيطرة عليه في حال حدوث زيارة الإمام الكاظم. علاوي قال بأنه في حال حدوث زيارة الإمام الكاظم قد ينتشر كورونا وحينها نفقد السيطرة كما قال، وبين بأن إغلاق الحدود مع إيران له مردود إيجابي بعد أن سجلت إصابات ووفيات. أضاف بأن الحصيلة المؤكدة لفيروس كورونا في عموم العراق بلغت 121 مصاب وتسعة وفيات. طبعا ارتفعت هذه النسبة بعد تصريح الوزير، تعدت 125. واليوم كذلك يعني سلطات كردستان العراق أعلنت تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية فقط، كما سجلت محافظة القادسية إصابة جديدة بالفيروس لامرأة تبلغ من العمر 63 سنة بعد وصول نتائج المختبر المركزي. وزارة الصحة قالت يوم أمس بأنها سجلت 14 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في العراق إلى 131 حالة. طبعا دائرة صحة الرصافة في بغداد أعلنت ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في جانب الرصافة فقط إلى 22 حالة بعد تسجيل 7 إصابات جديدة. وذكرت دائرة صحة الرصافة بأن الحالات 7 المعلنة هي ل4 رجال و3 نساء، مؤكدة شفاء 8 حالات أصيبت بالفيروس حتى الآن من أصل 22 حالة. نرجو من الله الشفاء لجميع المصابين، وأن يجنب العراقيين والجميع هذا الوباء. طبعا السلطات في العراق أعلنت حظر التجوال في بغداد راح يبدأ من يوم باكر الثلاثاء ولغاية 23 من شهر آذار الحالي، منعا لانتشار فيروس كورونا. خلية الأزمة قالت بأن السلطات ستفرض حظر للتجوال في بغداد اعتبارا من الساعة 11 مساء غدا الثلاثاء، ليستمر ذلك الحظر لمدة أسبوع واحد في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس. كما أعلنت محافظة الأنبار فضل حظر التجوال في المحافظة ابتداء من يوم الأربعاء ولغاية يوم السبت المقبل. كذلك محافظة البصرة أعلن فرض حظر التجوال في المحافظة من مساء الاثنين حتى يوم الأحد المقبل. واصل كذلك مثل ما شفنا في المقطع الفيديو في بداية البرنامج، في ديالة خلية الأزمة برئاسة محافظ ديالة مثنى التميمي قررت فضل حظر التجوال في المحافظة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء. وقالت الخلية في بيان بأن الإعلان جاء لمقتضيات مصلحة العمل ومن أجل عدم انتشار فيروس كورونا ضمن محافظة المثنى، وأشارت إلى أن حظر التجوال في المحافظة سيكون بشكل شامل اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ولغاية يوم الاثنين المقبل. كما أعلنت الخلية تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة في نفس الفترة باستثناء الأجهزة الأمنية والصحية والخدمية. معنا اتصال أبو حيدر من النجف، تفضل أبو حيدر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بك. تحية لك وقناتك المقرة ولا جميع كادر القناة ولا جميع مستمعين الكرام. الله محييك يا هلا بك. يا أخي والله مصيبة يا حمار، بالله الكريم مصيبة، يعني منا يشدون المطار بالليل يطبون طيارات، منا يدعون على أنه مجرعجون المرض مجرد تصوير مقطع فيديو يسوونك صغير على أنه جاي يكفون المرض، يأخذونهم صورتين ثلاثة ودورون ويجهم ويرحون. بالله الكريم ماكو مكافحة، كذب بالله الكريم،
خلي يسمع الشعب العراقي. إيران كل هدفها أن تدمر العراق مثل ما هي تدمرت مرض كورونا، ناوية يصير بالعراق نفس اللي صار بيها. شوف لا غالقين حدود ولا قاطعين طيران، التواصل حد الآن والطيارات تطلب لنا جاء بالليل وجاي تودوا وتجيب مسافرين. بالله الكريم اليوم الثلاثة بالنجف ماتوا بسبب كورونا، الأخبار كذب. عم مدير بالكم يا العراقيين، مرض كورونا أكثر شيء منتشر ترى بالنجف، أقسم بالله الكريم منتشر انتشار مو طبيعي. زين فأقوال الحذر الحذر الشر مواد. المشكلة يا عمر تعال، هسه المشكلة انه كيلو طماطم يوم 2000 كان صندوق ب 2000، اليوم الكيلو ب 2000، بديته كيلو ب 1500، كيلو سمن ب 2500. يعني صعدة المواد صعدة مو طبيعية. زين تعال هذا اللي قوت يوم ما يجي يموت ينهب، بس اردكتم هذا من يقول له روح اجزم البيت وعنده عائلة وعنده ايجار، منين يجيب؟ شلون يروح يقعد بالبيت؟ يعني هاي ما فكرتوا بيها؟ بس عرفت تلفون قليلكم من البداية يا ناس يا عالم، شد المطار شد الطرق شد الحدود، كورونا طابلنا ولا كأنما. هاي فائدة بها للأحزاب، شلون تغلق الحدود شلون تمنع الطيران؟ ماكو فائدة حبيبي. إيران تريد تدمر العراق، العلماء ساكتين، الدولة تحت أمر قيادة إيرانية، ويا من تحكي من يسمع صوتك؟ العالم كله ناشدنا، لا الأمم المتحدة تدخلت، لا الشرفاء تدخلوا، الأمايم سبق قسادها. أنت يا مقتدى الصدر هاي صار 10 سنوات الشعب ينتخبك ويعيدك، شنو اللي قدمت للشعب؟ حتى اليوم حضر جنابك مجمد كتلتك ما ادري ايش مسوي، هاي ما تخدم الشعب، ليش ما تطون؟ الشعب يختار رئيس وزراء، ليش الحروب؟ شايدين من عندنا بس اردبتهم، شنو اللي رايدي؟ تريدون حرب ويا ايران؟ تقبلنا ترى مستعدين بس لها ساعة. شوف ايران كورونا من طاب، تقبلنا هذا امر الهي، واحنا ما نعترض على الامر الالهي، وكل انسان يموت بيومه صح. بس هذا المرض انا اقسم بالله اجى يقضى على كل الفاسدين والموجودين والطغمة الحاكمة بالعراق وإيران. وأول ما نزل شوف نزل بإيران دمر الحوزة العلمية وقم نسفها نسف، وهسه يردون ينسفون النجف مثل ما نسفكم. حبيبي مؤامرة على الشعب العراقي، الله شاهد، العالم ما عاد قوت يومها. أنا أعرف أكثر من 10 والله العظيم يوم اللي ما يقطع يشتغل ما يعيش ما ياكل يجدد 1000 دينار. يا أخي يا عالم سمعوا، يا علماء الدين، يا المنافقين، يا دجل، يا فاسدين، هاي وقفة، وقفة للعراق مشرفة، وقفة يغفركم، شو ثاني بعد؟ نعم. حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم، الله ينتقم منكم، الله ينتقم من كل فاسد بحق محمد وآل محمد، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، نسأل الله أن يفرج عن الجميع. أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. أبو فيصل تسمعني؟ انقطع اتصال مع أبو فيصل من السعودية. طبعا خلية الأزمة في محافظة ذيقار أعلنت هروب أحد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في قضاء سوق الشيوخ. يا أخي اقعد بالمستشفى، اقعد بالمستشفى، يعني تضر نفسك وتضر أهلك وتضر المنطقة، ما معقولة، لا ضرر ولا ضرار. اقعد لك 14 يوم بالحجر وإن شاء الله الله يشافيك. طبعا الخلية كشفت بأن المواطن المشتبه بإصابته، يعني المشتبه بعد ما مؤكد بفيروس كورونا، هرب من مستشفى الحسين العام في قضاء سوق الشيوخ، وأوضحت بأن معلومات وردت بوجود حالتي اشتباه بالفيروس لشخصين أحيلا إلى المستشفى، لكن أحدهما تمكن من الهرب من ردهة الطوارئ، فيما تم غلق العيادات الاستشارية في المستشفى وقسم الطوارئ لغرض التعفير والتعقيم، فيما قرر المستشفى استقبال الحالات الحرجة للغاية فقط للحد من تفشي الوباء. هذا يتحمل الشخص المشتبه اللي عنده الفيروس، وتتحمل طبعا المستشفى والقوات الأمنية اللي موجودة المفروض يعني تركز جهودها في عند أبواب المستشفى، عدم خروج هؤلاء المشتبه بهم أو المرضى، يأخذ له الفترة 14 يوم يتعالج وإن شاء الله الله شافي. ترى 80% من المصابين بهذا الفيروس يعني بإذن الله يشافون، هذه تقارير علمية وطبية عالمية، 80% اللي يصابون بفيروس كورونا يتشافون بحسب مناعتهم، بحسب إذا ما كان عنده أمراض
إذا كان متواجد في الحجر الصحي. طبعا صح احنا عندنا معاناة في العراق هي القطاع الصحي السيء، ومثل ما شفنا تصريح وزير الصحة في العراق، بس مع هذا انه انت يا اخي ابقى بهذا الحجر 14 يوم وبعدين اطلع روح لأهلك عندما تتأكد انه انت ما عندك شيء، انت راح تضر نفسك اكثر وتضر عائلتك وتضر جيارينك وتضر المنطقة مالتك، ما يصير، حرام عليك حتى تؤثم. معنا اتصال؟ نعم. منين؟ من السليمانية. مهدي؟ تفضل مهدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بيك. تحياتنا لك أستاذ وقناتكم. حياك الله يا هلا بيك، أهلا وسهلا بك. نسأل الله من بداية أن يحفظكم ويحفظ العراق ويحفظ عامة المسلمين من هذا الوباء. آمين يا رب، آمين. إن شاء الله أستاذ، إحنا العراقيين تعودنا على شيء أزود من هذا، فإن شاء الله هذا ما راح يضر شيء بالعراق. نعم. وإن شاء الله نشكر الجهود أهل الشمال، نشكر أخواننا السليمانيين هنا ما مقصرين، وتعاملهم زين ويا المواطنين ويا العرب ويا كل مكان اللي يجيهم متعاونين وياه بكل صورة صحيحة. نتمنى أن نكون العراقيين، نتمنى أن نكون حكومة بغداد وكل المحافظات الشيعية والسنية وكل العراق، نتمناها تكون نفس هاي الإجراءات الصحيحة. أنا أشكرك. نعم مهدي. نعم أخوي العزيز، ونسأل الله أن يحفظكم ونشكركم على هاي البرامج التوعية. نعم. نعم أخوي العزيز، أنا أشكركم. أنا أشكرك مهدي من السليمانية، كلام معنا حسام من بريطانيا، تفضل حسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بيك. تحية لك وللكادر. حياك مبارك يا هلا بيك. يا هلا بيك. والطوار إن شاء الله. الله يسلمك. أتكلم معكم بالنسبة إلى الموضوع الكورونا، الحقيقة طبعاً نعم. مع الأسف أنه في وضع أنه الدولة ما موجودة والدولة تايهة، في أمور بسيطة ممكن يعني نذكرها لأهلنا العراقيين كلهم بشكل عام، أنه المرض هذا صح تمام هو مرض خطير، لكنه يبدو الملاحظات الآن هو يصيب بالذات تقريباً الكبار بالسن يعني 70 سنة وفوق واللي هم عندهم أمراض سابقة، هاي واحدة. شيء ثاني يعني الشفاء يعني عالية أيضا، نسبة عالية، ولكن في وضع البلد تعبان ما بي أي مجال لقضايا صحية. الفيروس هذا عادة هو أهم شيء اللي عنده حرارة عالية وعنده سعال يبقى ببيته أسبوعين على الأقل. نعم. هاي أهم شيء، أو بغرفته أحسن، هذا شيء حل أولي. الحل الثاني هو هذا الفيروس عادة يبقى لما تكون في قحة أو تكون لما تكون قحة أو وجع بالبلاعيم أو هالشكل هذا، أهم شيء يبقى هذا 4 أيام الفيروس قبل ما يستفحل. فبهذه 4 أيام يعني كل واحد أشياء بسيطة يسويها، غرغرة بالمي وملح أو غرغرة بالخل المخفف ويشرب مي كثير، هذا كلش مهم يساعد هذه. نعم. تغذية جيدة طبعا أحسن، ونوم كفاية أحسن، والعزل مهم، وحتى هذا يتعلق بأهلنا اللي هم بالخيام والمشردين نفس الشيء. هذه حلول بسيطة بس هاي الحلول كافية لقتل هذا الفيروس. والتعقيم مهم طبعا بالتأكيد، لكنه أيضا شيء آخر وصل أهلنا أنه اللي هم أهلنا بالنجف وبالكربلاء أنه لا يروحون إلى الحضرة الحسينية ولا حضرة الإمام علي كرم الله وجهه، هل يتركوها للإيرانيين. نعم دكتور حسام، انقطع الاتصال، بدنا نكمل معاه. يا ريت دكتور تعاود بنا الاتصال، نريد يعني نستفيد من معلوماتك الطبية ويستفيد منها المشاهد العراقي. طبعا فقط للتصحيح انه لما عرضنا المقطع، مقطع وزير الصحة في العراق وقال محتاجين 5 مليون دولار، طبعا هذه لحالة صحية في كركوك، يعني تخيل عزيز المشاهد هذه لحالة صحية في كركوك، اليوم البلد يحتاج أكثر من هذا المبلغ. فالمعنى أنه إذا 5 مليون دولار ما دبروها بهذه الحالة الصحية اللي صار لهم شهر يركضون على الحكومة وهم جزء من الحكومة وزارة الصحة وما قدروا يدبروها، شلون راح يدبرون
الأموال اللي لازمة لاتخاذ التدابير للحد من فيروس كورونا. الله يعين. نعم دكتور حسام. دكتور حسام نعم أنا أشكرك دكتور حسام، بس أريد أعرف اختصاصك بالضبط، يعني الاختصاص الطبي حتى يكون المشاهد يعني على اطلاع. أنا طبعا طبيب متقاعد. نعم. أمراض جلدية وأمراض نفسية. نعم بس تمام. بحكم وجودنا هنا ومتابعة الأخبار في هالبلد. نعم. وهذا المجال موجود لحد الآن. أهم شيء الناس، يعني أهم شيء هو تقليل الزيارات، حتى الزيارات العائلية وشيء تقليلها، التوقف عن الحفلات. نعم. يعني قدر الإمكان مع حتى قضايا المقاهي وال تجمعات واحد يبتعد عنها قدر الإمكان، أو هي تلغى حتى في بريطانيا ألغيت هاي الآن. نعم. ألغيت يعني توقف. فهذا بشكل عام. أنا قصدي أنه وجه شيء بسيط، أنه الإنسان يعني العراقيين لا يخافون كثير، بس هذا ما يعني أنهم ما يتخذون الحذر. المهم هي الوقاية، وقاية مانية دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا يغطي بيروس العيد. واحد من يطلع من البيت يقول لك 3 مرات. نعم. وقل قل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أيضا 3 مرات. هذا الجانب الإيماني، وهذا جانب جيد. والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. نعم عليه الصلاة والسلام. التوكل على الله مهم، وبنفس الوقت الرسول يوصي في أخذ الأسباب واللي هي إحنا الاحتياطات. نعم. بشكل أهم هاي الاحتياطات، تقليل من السفر بين مدينة. وبالنسبة أرجع وأكرر إخوان وأهلنا في الحضارات، حتى في يعني في أبو حنيفة وغيره، يعني إحنا عندنا مثلاً في السعودية وقفت عمرة الحج، وقفت. نعم. الكعبة فارغة. وهذا ينطبق على كل الحضارة الحسينية والحضارة العباسية والعلوية كلها. نعم. تتوقف. خلي هم الإيرانيين، خلي هم الحشد، خلي يكتشفون وجهه. قال لي ناس شلون نارهم تبع حطب. هاي مشكلة. بلد تايه، والحدود راح تبقى مفتوحة، والمطارات مفتوحة. قال لي لهم، قال لي هلنا يبتعدون قدر الإمكان، أي عائلة إيرانية يبتعدون عنها قدر الإمكان. نعم. ما فيها مجال آخر. نعم. الوقت الحاضر يعني هذا. بالنسبة لهلنا بالغربية اللي ما بالخيام نفس الحالة، يمكن نفس الشيء اللي قلت لك قبل شوية، أنه مجرد ملح تغرغرت ملح ومية في حال واحد صار يذحى أو عنده وجع بالبلاعين، وإذا حرارة عالية طبعاً، حرارة عالية طبعاً ممكن واحد يخفف الملابس مالته ويستعمل كمادات الماء. نعم. أيضاً تخفف مثلاً، أو استعمال الأنتيبايوتك. بس الأنتيبايوتك ما تفيد الفيروسات إلا إذا صارت اختلاطات. نعم دكتور، احنا سمعنا الأنتيبايوتك يعني في هذه الحالة مو زين على اللي مصاب بفيروس كورونا، يضعف المناعة. هو ما الانتي بايوتيك ما يفيد، لأنه هذا فيروس مو بكتيريا. نعم. فلهذا يعني هاي الأمور هي بس واحد بهالشكل هذا، يعني الفيروس هو ضعيف، مو ضعيف وقابل للموت. نعم. وطبعا التعرض للشمس مهم، الشمس أيضا مفيدة، يعني الشمس قوية ما شاء الله لا بأس بها. نعم. والتعقيم، يعني التعقيم بالديتول يعني مخفف او شيء اخر ايضا يفيد. غسل اليدين بالصابون يعني مهمه طبعا، هذا كلش مهم. غسل اليدين، احنا عندنا الحمد لله بلاد يصلون وضوء 5 مرات باليوم، هذا شيء جيد جدا. نعم. بس الصابون مهم، يعني الواحد دائما يقطر يغسل ايده قبل ما يطلع من البيت، مغسل ايده وتكون جافه، الايد بالذات تكون جافه، لانه الجرثومه ما تعيش على الجاف. نعم. بشكل عام هذا هو الشيء الموجود حقيقة لحد الآن. وحتى بالصين يعني حتى صار تراجع الآن بالإصابات، فهذا الشيء بشر بخير أنه الفيروس ما حتى فترة طويلة إن شاء الله. نعم. أنا أشكرك دكتور حسام من بريطانيا على هذه المعلومات القيمة، ونسأل الله السلامة للجميع. معنا اتصال أبو علي من بغداد، تفضل أبو علي. مساء الخير أستاذ. مساء النور، أهلا وسهلا بك. عليك وعلى أخوي المشاهدين. حياك الله، يا أهلا بك أستاذنا العزيز. نعم. حكومتنا فاشلة، النظافة تبدي من المواطن. أنا قبل شهرين محافظة النجف، يعني من المدن اللي مهمولة وما بها أي وسائل تنظيف، يعني الحكومة فاشلة وما تنظف،
المواطن ليش ما ينظف؟ ابو المحل ينظف مقابل محله، ابو الدار ينظف ما يرمي بالشارع. هاي نقطة. النقطة الثانية، المنافذ الحدودية وقت تنقل لنا مواد غذائية من إيران، احنا مو بحالة، العراق كل شيء متوفر به. زين، ماكو داعي استيراد من إيران. يعني فلان محافظة، ما أريد أقول اسمه، فلان محافظة عليه كذا منفذ حدودي يستورد، والمحافظة جماعة المحافظة مستفادين، وباقي الشعب ده يستوردوا له سم. يعني هاي ليش ما يضعوا لها حل؟ يعني إلى متى يبقى الشعب يعاني من إيران؟ نعم. يعني ما أعرف ليش ما يلقوا لها حل. مري بإيران استيراد من إيران مري. نعم. هاي كلها دي يدفع ثمنها المواطن البسيط، المواطن الفقير. نعم. نشكرك استاذ. اني اشكرك، نسال الله ان يحفظ الجميع. معنا اتصال ابو علي من ميسان، تفضل ابو علي. السلام عليكم. وعليكم استاذ عمر. السلام ورحمه الله، يا اهلا بك، حياك الله. تحيه لك والى قناه الرافدين الغراء. حياك الله، يا اهلا بك، اهلا وسهلا بك. والى برنامجك انت اللي عودتنا دائما تتابع وتهتم بالشمال الى الجنوب. الله يسلمك ويخليك. نعم ابو علي. نعم استاذ عمر. البارحه انت اتصلت بينا ابو علي وتكلمت لنا على ابنك المخطوف من شهر 10/2019، بس انقطع الخط. فاليوم الكلمه لك. والله نعم، احكي اللي بقلبك مثل ما نقول بالعراقي. نعم. والله انا والد المحامي المختطف علي كاتب حطاب في محافظه ميسان، خطف يوم 8/10 ولحد الآن لا نعرف مصيره. ناشدنا كل الخيرين، ناشدنا الدولة، ناشدنا الأحزاب، ما وصلنا إلى وصلتنا معلومة من علي، ولحد الآن أنا ضال، لا أدري بي، لا هو عدل ولا هو فين. فمن خلالكم أناشد كل المجتمع الدولي، أناشد جمعية حقوق الإنسان، مو بس على ابن، على كل واحد، لأنه إحنا الآن إحنا في محافظة ميسان، محافظة ميسان اليوم تعتبر قندهار الأفغانية، لأنه اليوم السلطة اليوم بيد الميليشيات، الوضع مسيطر عليه الميليشيات. فبس يعني كهيكل الدولة بس بالاسم، بس العلم العراقي موجود، ولكن اليوم ما له، اليوم الشرطة ما تحرك ساكن، المحكمة كل شيء ما تسوي. فإحنا اليوم المشتكى لله، وخلي يسمعنا العالم كله، خلي يسمعنا العالم. إحنا اليوم قبل ثلاثة أيام أربعة تعرض أحد الزملاء ابني المحامي اللي هو كرار عادل، نعم، وعبد القدوس، دول الشباب يعني ما عندهم غير يعني بس يوقفون بتبني الساحات، مجرد يعطون رأيهم، مجرد يرفضون، يتكلمون بالوطنية، يتكلمون بالحقيقة، يطالبون واختالوهم وقبلهم وقبل ما تمد ما أمجد الدعامات وغيره وغيره. ويجوز حتى أنا باتر أتعرض، والكل اليوم الناس مجتمع لإنقاذ هذا الشعب المظلوم. نعم. زين ابو علي، احنا البارحه مثل ما كملنا الحديث. زين، انت من راجعت مركز الشرطه الداخليه الحشيد البارحه قلت انه ناشدت حتى يعني العشائر رجال الدين، ما لقيت اي واحد يعني يرد عليك ويجاوبك؟ اي والله ماكو، ما ولا واحد رد علي، ولا واحد جاوبني. شنو جوابهم؟ مو يمنا، ما يعني هم اليوم الدولة تعلم، لأنه ابني أخذ فصيل مسلح تابع للحشد، لأنه اليوم الفصائل المسلحة كلها دمرة الحشد الشعبي. اليوم سلاحها من الحشد الشعبي، وتموينها من الحشد الشعبي، ورواتبهم من الحشد الشعبي، وابني أخذ قريب على هيئة الحشد الشعبي، لأنه السيارات اللي جت عليه ما يبعد أمتار عن هيئة الحشد الشعبي في محافظة جان، والكل يدري.
والحق من خلال الامارات اللي مش نعم. فانا من بعد ما عجزت ناشدت السيد مقتدى الصدر قبل نعم. ايام قبل يعني 4 أيام 5 نعم. من خلال الفيسبوك نعم. ووصلت المناشده للسيد السيد الصدر نعم. ونزل تغريده قال احنا وصلت المناشده وسوف نعمل نصدر اوامرنا ولكن أنا أنتظر السيد مقتدى الصدر بعد ما عنده أحد غيره. نعم. فمن خلال قناتكم أنا أشوف مرة ثانية السيد مقتدى الصدر رئيس إنقاذ ابني اللي كان هو ميت يعطيني جثته من خلاله هو اليوم إلى جاه ومتنفس. فأنا نعم. ردت أما هو كان ميت يعطيني أنا الفيطون. فأنا ما يصير يعني اليوم كل واحد عنده ولد كل واحد يخليه يحس بعاطفته يعني ما يصير خلي العالم يسمعني ابني عنده أطفال سنين عنده زوجة عنده أم مريضة ما عندنا غير الله وهو ونباوع على باتري يتعين لا حول ليش الظلوم ليش الاضطهاد نعم زين أبو علي يعني أنت هاي ما خليت لا شرطة لا حشيد لا رجال دين ما حاولت توصل مثلا الى منظمات دوليه امم متحده مثلا تقولهم يابا ابني مخطوف صار له كذا شهر والله انا بتعرف انا ابن عمار وما عاد يعني بيت بعرف بس هو يعني نعم اليوم ما واحد ما درى بالقضيه مال ابني من خلال الفيسبوك وصلت نعم وصلت للامم المتحده وصلت لحقوق الانسان لكن شنو يسوون يعني هي مجرد اعلام نعم حتى لا وثقوا الجريمه وشنو يعني الفائده منها الله يعينك الله يفرج عنا يا رب وان شاء الله صوتك يوصل بلكي الله يعني تسمع منا خبر قريب وان شاء الله يرجع لك بالسلامه ابو علي بن ميسان والد المحامي المخطوف علي جاسب صار له من شهر 10/2019 ولغايه الان ومثل ما استمعنا إلى البارحة واليوم إنه ما خلى باب ما طرق حتى يعرف مصير ابنه نسأل الله أن يرجع لك بالسلامة أحمد من النجف تفضل أحمد ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا شلونك حياك الله يا أهلا بك أستاذ عمر شلونك يا أهلا بك الله يبارك فيك الله يسلمك ويخليك أنا من داخل السجن جاي أسولف وياك نعم يا سجن أحمد من داخل السجن النجف نعم عندنا حالات تعبانة حيل وعندنا مرض من هذا الكورونا هواي جاي أكثر عندنا زين طبوا علينا إيرانيين وبيهم وعدوا جماعة من عندنا ولحد الآن هسه مخليهم بالمخزن عازليهم عزل زين وهسه لا حد يطبلنا ولا حد جاي يجينا ولا حد جاي يشوفنا ولا واحد جاي يقلبنا كل شيء احنا نشيل همنا على مود انتم اطباعونا وتسامحون صابنا للعالم ترى تعبنا والله تعبنا تبهذلنا بالقرآن وما حد عندنا غير انتم والقناة مالتكم هي تشرحمونا لا حول ولا قوة الا بالله زين احمد ماكو لجان طبية تجيكم شلون دخلوا ذول السجناء الايرانيين وياكم يلزمونهم بالسوق لو بالامام ويجيبوهم ويذبوهم يمنا نعم ودمرونا تدمر بهم وعدوا جماعة ذبينهم بالمحجر كم واحد كم واحد تقريبا مشتبه بفيروس كورونا من العراقيين هسه العراقيين المتوفين 4 نفرات أربعة بالمحجر ذبيناهم بالعزل زين وما نقدر نوصل يمهم ولا نقدر نعطيهم اكل ولا نقدر نعطيهم شرب دمرونا الدمر والله العظيم بهذلونا يوم شرحن قلبنا وجابونا هذا المرض واكل ماكو ولا ما يعطونا هو كل ساعه يطبون علينا يقتلونا بهذلونا والله العظيم بهذلونا حكومه هاي تعبانه وما بي ما حد يسمع صوتنا لا حول ولا قوه الا بالله اي والله واحنا نريد صوتنا يطلع ونريد من عندكم ان توقفونا وتسمعون صوتنا ونريدكم توقفون هاي العالم الابرياء الجو المظلوم والاسره لا حول ولا قوه الا بالله لا والله لو شوف الحقيقة ما مو مثل ما سولف لك كانوا تسمع صوتي
نعم. فاحنا نريدكم تطلعون الصوت مال المساجين، يعني تسمعون صوت العالم. نعم طبعا انت على الهواء مباشرة اخي احمد. نعم. احنا نريدكم بعد نريد نسمع من عندكم، ونريد المتظاهرين هم يطلعون ويحسون بيها. نعم. ايوه ايوه. الله يحفظكم ويحميكم. يا ابو وزير الصحه وزير الداخليه طالبوا بينا نسجل عندكم، طالبون بينا والدعم للمساجين الابرياء والالم هاي دمروها. نعم اي والله ابو ابوكم دمروني. الله يعينكم، الله يعينكم ويفرج عنكم. نعم الله يحفظكم. احمد، احمد من داخل سجن النجف كما يقول، هناك اصابات بصفوف ايرانيين جابوهم وحبسوهم ويا العراقيين بسجن النجف، وانصابوا لغايه الان 4 من نزلاء السجن. يعني احنا خاف هم نقول لك ان مو مساله مناشده، لان يعني جماعه ما بيدهم خير، ما بيديهم اي شيء يقدر يسووا. يعني اذا وزير الصحه يقول لك احنا لحاله صحيه محدوده بكركوك ب 5 مليون دولار ما قدرنا ندبرها، عمي ما يصير هيك. يعني لا اللي خارج السجن مرتاح ولا اللي داخل السجن مخلص من هذه المشاكل مالتكم، عم تسدوا الحدود. يعني ذبحتوا نفسكم انتوا على ايران، مو لهالدرجه يعني، مو لهالدرجه. بس تعدي هاي الفتره يعني سجين بداخل السجن تجيب له انت مصابين تخلي الهيا، لا المسافر مخلص، لا المواطن العادي مخلص، لا السجين مخلص من عندكم. شنو انت الخاطر؟ الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مصيبة والله مصيبة. معنا اتصال من بغداد. شمس من بغداد، فضلي شمس. شلونك عيني؟ أهلا شمس، فضلي. نعم أسمعك أختي، تفضلي. يا أهلا وسهلا. شو يجيبونا؟ شو يجيبونا بعد من الأمراض؟ شو يجيبونا؟ نعم. رحم الوالد شو يجيبونا بعد؟ شو بعد إحنا؟ نعم. ألو. نعم أسمع الشمس. شلونك عيني؟ نعم هلا بيك، يا هلا بيك، أسمعك عيني، تفضلي. أبو شو سوينا بعد؟ الحكومة. نعم. شو بعد من عندهم؟ يحكون على صدام، صار اتصل من صدام؟ صار اتصل من عندك؟ شو حطوا لنا؟ صار الأمراض كلها تراوي لنا شنو؟ تجيبوا لنا الأمراض. زين؟ نعم. سويتونا انت سويتونا هسه ما نريد احنا شيء من عندهم. هاي كسر العراق على طول، هسه العراق عندهم الوظائف مالتهم، هذا البقال قعدوا، ابو الخبز قعدوا، ابو الصمون كلهم هسه عزلوا، المطار عزلت، العالم شلون تعيش؟ يلا فهمون شلون تعيش العالم؟ خلي يعطون كل واحد كسر عراقي على هاي الازمه، خلي يعطون كل واحد مليون. ما الله يعين شمس. هاي شو نسوي؟ هاي ياخذ المواطن احتياطات. نعم الحبوب الزنك الحبوب الزنك وفيتامين بي فيتامين اي. نعم انا اشكر الشمس من بغداد كانت معنا. نور من ذي قار، تفضلي نور. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عمر والله حرام اللي قاعد هنا بذي قار، والله العظيم ملعوب. يعني الحبوب صار يستقل، والله صار زين السوداء للشهداء. شنو اللي قاعد يصير هذا بينا؟ هو يريد يستقل ياكل الناس العراق، زين ليش يسوون بينا؟ يعني العراق بس ياكلون من خير وعايشين من غير دول مصروفين شباب العراق، ايش يصير بيهم؟ والله حرام ايش يصير بينا؟ شنو عايشين باقي الدول ومصروفين
ماشيين حياتهم، او احنا هنا الصغار لنا شهر بالحر وبالبرد والكسل فيهم. والله انا مثل على قناتكم احبهم شبابنا، هاي المستقله ليش تستخدمون شبابنا تحاربون بيهم؟ خلوهم مظاهرين في الشارع سياقتهم، يعني ما تردون تحققون المطالب، ليش تستخدمون يعني تذبونهم بالسجون وتعذبون بيهم امهاتهم؟ يعني ما عندي ام اللي انت جاي تستخدمها، ما عندي ام مثلا، ما عندي اطفال. نعم. ايش هذا اللي يرد حد يوصلنا؟ أنا أشكر شنور من ذي قار كانت معنا. حيدر من بغداد، تفضل حيدر. حيدر تسمعني؟ عيوني. يا هلا بيك، تفضل عيني. الله يسلمك حبيب قلبي، أنت عراقي مؤصل. الله يسلمكم يحفظكم يبعد عنكم كل شر يا رب. عراق وابن عراقي. تفضل عيني. هذا المغض، هذا المغض جابوا علينا هسه. أكيد شنو طلعوا الفيلم هذا؟ من قتلوا قاسم قاسم سليماني وابو مهدي المنصف طلعنا هذا الفيلم ابن عمي. يعني لهون العالم ليش شغلات لهون ليش العالم جت سمعت انت مسؤول بي فيغول سمعت بي مسؤول لو بس على الشعب. نعم ورحم الله والديك واشكرك انت عيني ممنون منك. الله يحفظكم عيني حيدر. انا اشكرك حيدر من بغداد كان معنا. طبعا هذا كتاب اسمه الوضع الصحي في العراق التحديات واولويات العمل، هذا طبعا موجود على موقع وزارة الصحة واللي مشرف عليه علاء الدين العلوان وزير الصحة والبيئة اللي استقال. والله لو تشوفون الارقام اللي بيه والكلام بالارقام مو كلام انشائي وتشوفون الواقع الصحي بالعراق يعني شيء يندى له الجبين. طبعا هو الناس تعرف انه الواقع الصحي في العراق يعني حدث ولا حرج، بس لما يكون العراق من اقل الدول في الانفاق الصحي على هذا القطاع من بين الدول، يعني يتحدث التقرير بانه ايران اعلى من العراق والاردن اعلى من العراق، وهذا ما اكده طبعا وزير الصحة جعفر علاوي قبل قليل في المقطع اللي شفناه، قال لك إيران بالمرتبة 80 وإحنا نجي بالمرتبة ما قبل الأخيرة أو ورانا 2. يعني يتحدث التقرير هذا يعني صادر عن وزارة الصحة، وزارة الصحة مؤسسة حكومية، ويتحدث عن فشل الحكومات المتعاقبة من عام 2003 ولغاية الآن في بناء مستشفيات جديدة وفي بناء مستوصفات جديدة، ويتحدث عن قلة الكادر الطبي في العراق، ويتحدث عن ضعف الإنفاق لوزارة الصحة. يقول لك 70% من النفقات الصحية يتحملها المواطن العراقي مقابل 30% تتحملها الحكومة. 70% تخيلوا، المواطن هو يشتغل ويصرف ويأكل وكل شيء والحكومة بس تحط بجيوبها، والعراق ما شاء الله اللي ميزانيته تعادل سبع ميزانيات دول عربية. طبعا يتحدث عن، إذا تحدثنا عن نقاط بشكل سريع، يقول نقص أعداد العاملين من الأطباء والملكات التمريضية بسبب الهجرة. طبعا يتحدث تمام، وإحنا نعرف الأطباء بالعراق والكوادر الطبية اللي هاجروا خارج العراق بسبب هذه الميليشيات اللي تهدد الطبيب واللي تاخذ منه اتاوات اذا ما تذبحها. طبعا يعني تختطفها وتساوم على اهلها وتاخذ لها كم دفتر وبعدين تذبحها. يقول غياب الرؤيه والتخطيط الاستراتيجي الواضح. هذا وزير الصحه، هذا مو احد باحث يعني دا يتحدث. يقول التطبيق غير المدروس للامركزيه في القطاع الصحي، وارقام يعني اذا تشوفها وتشوف انه العراق بين دول فقيرة بالقطاع الصحي، يعني تقول هذا البلد خطية ميزانيتها مليار دولار بس بالسنة، إذا مو أقل، مو 120 مليار. يعني المهتم أرجو أنه يدخل على الموقع أو يكتب الوضع الصحي في العراق، راح يشوفه هذا PDF كتاب كامل يتحدث عن الواقع الصحي في العراق، واقع مؤلم صراحة. معنا اتصال. أم أحمد من بغداد، تفضل يا أم أحمد. أم أحمد. أستاذ عمر. أهلا وسهلا بيك. أستاذ عمر، على وزارة الصحة لعدنا. نعم.
مو وزارة صحة، وزارة لا صحة، حالة حال كل الوزارات اللي كلها ما قايمة بواجبها. هاي الوزارة اللي مسؤولة عن صحة وسلامة المواطنين، هل نعتب عليها ونترجل من عندها خير للشعب؟ هاي الوزارة اللي أصدرت قرار ما تستقبل المتظاهرين المصابين، نعم، لأنهم متظاهرين طالبين بحقهم. الوزارة اللي تذل أهالي الشهداء ما تكلمهم أولادهم إلا يوقعون إنهم ما مو شهداء أو هم تعاطي مخدرات وطتهم هواي تسميات. هاي وزارة نكتب عليها الريد معدة عالي الشعب. كل وزاراتنا إحنا ما قايمة بواجبها، الواجب الوحيد اللي تأديه إنها تسرق من مركزها ومن موقعها. نعم. هذا واقع الحال اللي عندنا. نعم. وهذا آخر على عندكم مقولة حلوة طلعوها عندكم قناتكم، كورونا آخر شرور إيران. هذا الوباء هو كل العالم، وبس صار عندنا ببلدنا. نعم. اللي صار هذا يكون درس نتعلم من عنده بعض العراقيين اللي لسه هم موالين إيران. نعم. ويمشون وراها على أساس إنه هي الدين. أي بعرف أنا، بس هذا أحد يجاوبني من التاريخ القديم والحديث واللي راح يجي. إيران شنو علاقتها بالإسلام والدين يا ناس؟ هل هكذا عقولكم غابت؟ نعم. هل وعي ماكو؟ إيران شنو علاقتها بالإسلام؟ الإسلام من إجا للبشرية من الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ونشر الإسلام إيران والفرس، ما دخلوا بالإسلام. الإسلام دخل لهم بحد السيف لأنهم فرس، مجوس، عبدة النار، التتر. مستحيل يكونوا الشعوب مهتدية إلى الدين والصلاح. العراقيين بعضهم مو كلهم الشرفاء. نعم. لماذا يدخلون ويتبعون إيران؟ نعم، أنا أشكر من بغداد، أنا أشكرك وأعتذر عن المقاطعة، اليوم ما بقى من وقت البرنامج إلا يمكن 30 ثانية، بس أريد يعني أتكلم من اليوم. الأسواق العراقية يعني تشهد بغداد والمحافظات ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية ومستلزمات التعقيم المنزلي. يعني رسالة إلى التجار، اتقوا الله في الفقراء، اتقوا الله في الناس، أنت هيك راح تربح إن كان أكو أزمة أو ماكو أزمة، والأزمة إن شاء الله أيام وتعدي، يعني ما راح تطول. بس الناس من تجي تشتري من باب الاحتياط يسوق لها مال أسبوع أسبوعين ثلاثة، لا تستغل، حرام عليك. اتقي الله سبحانه وتعالى، وأزمة وتعدي، واللي ترى اللي يمر على المواطن هم يمر عليك، أنت هم مواطن، وهذا الفيروس ما يعرف فقير وما يعرف غني، فاتقوا الله بالناس يا تجار العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.